ضمن جهود للارتقاء بالواقع الخدمي في قضاء النجيل، افتتح محافظ صلاح الدين شارع 7 الدجيل، والذي تم إنجازه بمتابعة مستمرة وضمن مواصفات دقيقة. نتابع المزيد مع الزميل فاضل الأنصاري. ضمن الجهود الرامية لتعزيز الواقع الخدمي بقضاء الدجيل، افتتح محافظ صلاح الدين الدكتور عمار جبر شارع 7 الدجيل بعد تأهيله وإنجازه في مدة قياسية ووفق المواصفات المرسومة له، إنجاز يضاف إلى إنجازات الحكومة المحلية بصلاح الدين التي تسعى دائما لتطوير الواقع العمراني والخدمي في جميع مناطق المحافظة. هذا اليوم افتتاح شارع 7 الدجيل في قضاء الدجيل. هذا الشارع هو شريان حيوي لقضاء الدجيل، ويعتبر من المشاريع المهمة، وإن شاء الله المشروع الرئيسي أيضا يكمل خلال الفترة القادمة بحول الله. تم يعني متابعة هذا المشروع منذ البداية ووضع التحديدات اللازمة، وإن شاء الله سيكون مشروع يستفيد منه جميع أهالي قضاء الدجيل، و نحن ماضون بخدمة أهلنا في الدجيل بكافة القطاعات إن شاء الله. تأهيل شارع 7 الدجيل يعد من المشاريع المهمة والحيوية، لكونه يربط قضاء الدجيل بالطريق العام من الجهة الشمالية، وكذلك يتضمن في مراحله العمرانية تبليط بطبقتين ذات المواصفات العالية، فضلا عن أعمال الإنارة والتشجير لإضفاء جمالية للمشروع. تشرفنا هذا اليوم بزيارة سيد محافظ صلاح الدين المحترم إلى قضاء الدجيل لغرض افتتاح المدخل الشمالي إلى قضاء الدجيل، كونه يعد من المشاريع المهمة والاستراتيجية في القضاء. تتضمن أعمال هذا المشروع أعمال أرصفة، أعمال تبليط، تخطيط شوارع، أعمال إنارة. طول هذا المشروع بحدود 2.5 كيلو، يضم سيطرات لغرض الدخول إلى القضاء. يعني مشروع الحمد لله مشروع متكامل من كل الاتجاهات، ومشروع مهم جدا، والحمد لله نال استرضاء الناس. دعم متواصل من السيد محافظ صلاح الدين، تم انجاز مشروع شارع 7 الدجيل، مدخل الدجيل الشمالي اللي يربط قضاء الدجيل المدخل الشمالي بطريق بغداد الموصل. هذا الشارع يعتبر حي واستراتيجي بطول 2500 متر، يتالف من سايدين بطبقتين تبليط ستبلايزر وبايندر وجزره وسطيه مع الاناره والتشجير بالجانبين، تشجير الجزره الوسطيه مع مدخل السيطره نفسها، السيطره الشماليه التهيئه مالتها. الحمد لله كان العمل متواصل، وضمن المواصفات الهندسيه الكادر الهندسي اشتغل بحذر جدا وحسب المواصفات، رغم انه اكو معوقات كانت في مرض كورونا وبعض التخصيصات، عدم وجود تخصيصات نقليه، لكن الحمد لله تم انجاز العمل وبصوره مشرفه، والحمد لله يعتبر مشروع استراتيجي لقضاء الدجيل. خطوات متسارعة أسهمت بإنجاز هذا الشارع الحيوي وبفترة قياسية وبالرغم من الظروف الصعبة التي تواجه البلاد. لقناة صلاح الدين الفضائية فضل الأنصاري، قضاء الدجيل.